يسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا في برنامجكم تمر هندي داخل فلسطين وخارج فلسطين. انا وفراس اليوم موجودين في بيت حنينه من ضواحي القدس، القدس الشريف طبعا العاصمه. واجواء حلوه ومبسوطين، فاهلها طيبين، وخلينا نشوف طبعا الناس، واكيد يعني راح يجاوبوا بسرعه متاكد. بيت حنينه بلد حلوه، وطبعا نوجه تحيه لغزه واهل غزه اكيد. نقولهم كل عام وانتم بخير، تعالوا معنا. عرف عليك. شادي ابو خلف. شادي ابو خلف، من وين يا شادي؟ من بيت حنينه. بيت حنينه، كيف شايف الاجواء في بيت حنينه؟ والله ما شاء الله شباب، يعني بعد الفطر بيفطروا وبتمشوا. بتمشوا عشوا وتمشى، افطر وتمشى. هلا شو افطرت اليوم؟ اليوم افطارنا مقلوبه. لحمه اكيد. لا مع جيش. لا يزن فرح ملحه مشابه. يعني انا اذا جاوبت غلط مش مشكلتي، لانه انت ماكل مقلوبه معلوماتك متشقلبه هلا. لا مش متشقلبه. مش متشقلبه. قديش كيلو اللحمه؟ كيلو اللحمه اليوم نار. قديش؟ 78 شيء. وال عن جد وال شوي انا كمان دول وال مكرين ذهب عن جد. شو باكل خروف مره لك سبيشل بس. قديش يعني؟ 75. لحظه بس لفراس 35 سوي لك بس فراس. انا ما بدي اربطه حكى بس لك. لا خلص حبني. طب وانا بديش والله لكل الناس 78 اجمالا يعني. ناشره ناشره ما بنحبها. بدي اسال السؤال، لو جاوبت عليه صح تروح معنا حساب توفير بقيمه 100 دولار مقدم بنك فلسطين، بنك الوطنيه الاول. تمام. من هو النبي الذبيح؟ ذبيح الذبيح. صح صح اخوي. شغل اللحمه معك. لحمه فش. النبي الذبيح فش يعني جوابات فش خيارات. عارفه عليكي؟ فاطمه. من وين يا فاطمه؟ من بيت حنينه. من بيت حنينه، وين رايحه جايه طالعه؟ ايش في عملية؟ كنا برام الله، افطرنا في رام الله، وحينا جايين هون. افطرتوا برام الله؟ احنا افطرنا هون اليوم، احنا بعرفكم. شرفتونا اكيد. كيف شايف الاجواء في بيت حنينه؟ كثير حلوه، احنا اجينا نتحلى في بيت حنينه. حليتي؟ من وين؟ من جعفر. زاكي؟ زاكي طبعا كثير. خلص خلينا نروح بس نخلص. خلص نروح، ايش افطرتي اليوم؟ في الكي اف سي. كي اف سي، طب صحتين. وانا وين رايحه؟ مروحه هلا؟ خلص مروحين. اه كيف الساعه؟ طبعا ممتاز. طيب بدي اسالك سؤال، لو جاوبت عليه صح تربحي معي حساب توفير بقيمه 100 دولار مقدم بنك فلسطين. بنك الوطني الاول، يعني بتطلع الكي اف سي وبتطلع جعفر. تمام؟ تمام. من هو النبي الذبيح؟ اسماعيل. اسماعيل؟ شو في رايك؟ لا ما بعرف شو رايك انت؟ اسماعيل. اسماعيل؟ اسماعيل. جواب نهائي. جواب نهائي. طب ليش اسماعيل يا انا؟ هيك سمعت. اولادك بناتك هذول؟ هذه بنتي. شو هالبلوزة حلوة صح؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ منيحة. جوابك زي جواب ماما اسماعيل؟ بتتفقي مع ماما؟ غير رايك انت. بتفكر لا اخذه بتفكر. طيب جوابك صح؟ تربحي معنا حساب توفير بقيمة 100 دولار، كل عام وانتم بخير. شكرا كثير، شكرا للجميع. كل عام وانتم بخير، نعاد عليكم ان شاء الله. شكرا. عليك. سمير رجبي. سمير؟ سمير رجبي. من وين يا سمير؟ من كفر عقب. كفر عقب؟ اي هو اللي محل ريان. محل ريان. مطعم الريان فلافل. فلافل مطعمين. شو رايك فلافل؟ كيف فلافل؟ كنت اقول لك فلافل بدل فراس. كيف اصلا المشاهدين يعني هم جعانين. احنا مفطرين. المشاهدين. نرجع شو كل نرجع. حياك الله. كيف شايف الاجواء في رمضان؟ حلوه؟ والله حلوه الحمد لله منيح. بدي اسالك سؤال، لو جاوبت عليه صح تروح معي حساب توفير بقيمه 100 دولار مقدم بنك فلسطين. بنك الوطني الاول. اياك والله. تمام. من هو الملك الموكل بالنفخ في السطور يوم القيامه؟ اسرافيل. شو؟ مش عارف. اسرافيل. اسرافيل. اسرافيل؟
هو غششك غششته؟ لا انا بغشش انا مع بعض 50-50؟ 50-50 اه استطاع مشاهر فلافل ببلاش حياك الله شو شهر يا زلمة؟ شهر 50 دولار احنا عندنا 2 بشيكل مش زي ابراهيم الله 3 بشيكل اه 4 بشيكل خلص 2 بشيكل 20 يوم فلافل ببلاش خلاص ايش رايك طيب اسرافيل؟ حسابي اذا بتسالوني اسرافيل؟ هو مش اسرافيل بس رب خلص هو مش لا اجابتك صحيحه وبتربح معنا 100 دولار مقدم بنك فلسطين كل عام وانت بخير نعاد عليكم ان شاء الله بتحكي من البنك بحكي له شكرا وكل عام وانتم بخير وانت بألف خير نعاد عليكم ان شاء الله برضه مقدم بنك فلسطين فاصل راجعين بطاقاتنا تكافئكم أكثر. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. سجل، أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد صيف، فهل تغضب؟ سجل، أنا عربي. أنا اسم بلا لقبي صبور في بلاد كل ما فيها يعيش فورة الغضب جذوري قبل ميلاد الزمان رسد وقبل تفتح الحقب قبل السر والزيتون قبل ترارع العشب أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب جدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب وبيتي كوخ ناطورا من الأعواد والقصب فهل ترضيك منزلتي أنا اسم بلا لقبي سجل أنا عربي ولون الشعر فحمي ولون العين بني وميزاتي على رأسي عقال فوق كوفية وكفي صلبة كالصخر تخمش من يلامسها وعنواني أنا من قرية عزلاء منسية شوارعها بلا أسماء وكل رجالها في الحقل والمحجر فهل تغضب سجل أنا عربي تعرف عليكي سهير عبد الله سهير زوجة حضرتك زوجة حمزة عبد الله أهلا وسهلا فيكم شو كيف شايفين الأجواء في بيت حنينة الحمد لله تمام كيف رمضان معك تمام الحمد لله تعبتي من كتر ما طبختي وعزايم صح اليوم اكلنا برا طب يلا صحتين كيف اكلها والله شاطره لا يعلى عليه لا يعلى طب الله يخلي لك اياها يا رب قدامها ولا مراقبه والله ان الواحد يحكي الصراحه في رمضان لا اسمع حط ايده على بطنه خلص خلص 100 100 حط طيب بسألكم سؤال لو جاوبت عليه صح تربحوا معي حساب توفير بقيمة 100 دولار مقدم بنك فلسطين بنك الوطني الأول تمام يعني تطلعوا الفطور اليوم يا رب طيب تطلق على زهرة الرمان جول نار جول نار ايش عندك إجابة باخذ برأيه جول نار عشان طعمك برا رشاكي دائما ما يتي ولا بس المرة والله دائما شو بدك احسن الله يخليكم ويهنيكم ايش دراسنا نقول لهم ايش جوابهم والله نصب لهم تمر هندي واللي عندنا اكيد 100 دولار مقدم بنك فلسطين بنك الوطني الاول حساب توفير طبعا كل عام وانتم بخير فلسطين ايش السؤال كل عام وانتم بخير وانت بخير نعاد عليكم ان شاء الله شكرا من البنك بنك الوطني الاول بنك الوطني الاول كل عام وانتم بخير وانت بخير حبيبي تعرف عليك ابراهيم الشرطي ابراهيم الشرطي ماسك في ايد صاحبك ولا اخوك صاحبك ابراهيم طواف ابراهيم ابراهيم طواف وانت ابراهيم ايوه انا ابراهيم نسال انا ابراهيم كيف شايف الاجواء برمضان منيح والله صايمين كل يوم منصوم يا الله صايمين انت هلا صايم الحمد لله لا نفطر هلا نفطر صوم يوم يوم ولا وانت بتصوم يوم يوم مش مصدق مش مصدق صراحة لا والله أنا الله يتكبل نمسك والله حبيبي قد ايه عمرك؟ أنا عمري 14.5 14.5 طب 15 بكرة عيد ميلادك بكرة؟ لا لسه بعد بكرة عزمنا؟
بدك تجيب تفضل اهلا وسهلا ايش بدكم من عيونه الخيمه دي يعملها طيب فراس بدي اسالك سؤال لو جربت عليها صح تروح معنا حساب بقيمه $100 حساب توفير بقيمه $100 $100 ولا لا لا $100 من وين يا فراس بنك فلسطين البنك الوطني الاول يلا تفضل اسال وين هذا فرمان اساله يحمل قنطار ولا يستطيع حمل مسمار ايش هو يحمل قنطار ولا يستطيع حمل مسمار اعطيني اجابه طيب يحمل قنطار ولا يستطيع حمل مسمار وهنا بصب في تمر ما بصب كاسه تمر اللي انت مجاوب معكم إجابة؟ فراس أبو الليث بنطلع فاصل إيش عايز؟ السيارة لا يطعم السيارة طب خليك مع السيارة وأنا فاصل وراجعين استنونا بطاقاتنا تكافئكم أكثر بنك فلسطين البنك الوطني الأول عرف عليك سيد بطاح من مكين الشمال ما شاء الله 10 اسامي اول شيء اسمك كثير حلو سيد يخليك يسعدك من الشمال من الشمال من وين من جنب جميل قيبلي بين العفول وجميل كل احترام اهلا وسهلا فيك الله يخليك كيف شايف الاجواء في بشمينا كثير حلو الاجواء كثير حلوه بالقدس الا بهجتها غير شكل يعني انا بقول لك انه يعني مع اني اول العام اعتمرت الها بهج القدس اكثر من أكيد. من العمره بحد ذاتها مش انه الوقار لانه القدسي مختصبة ولها يعني كل من فلسطين. رجالها موجودين بجنبها ومنطقها إلها قوتها وسندها ايش بتشتغل استاذ سعيد الحمد لله رجل اعمال وعندي تجاره سيراميك بشرتك صحفي يعني يا زلمه في الكاميرا كاميرا يا سلام صورنا فراس صور دودو طيب بسألك سؤال لو جاوبت عليه صح تروح معك ستوفير قيمة $100 وقدم بنك فلسطين البنك الوطني الأول تمام يحمل قنطارا ولا يستطيع حمل مسمار أنا أعرف البحر بحر هدي يا بحر هدي طولنا في غابتنا بتحب البحر بحر غدار طبعا بحمل السفن بحمل البواخر بحمل ما بحمل مسمار صح وما بحمل مسمار دوري بدور على البحر طبعا كثير احنا بنروح بالبحر سبيح خلص طبعا بغوص كمان عندي هواي للغوص وعندي الحمد لله بدي خذني معك اليوم على البحر ان شاء الله غري لي فراس غري لي ابو الليل بعد رمضان بنط على الجدار يلا اهلا وسهلا بتشرفنا وبتسمينا شرف اجابتك صحيحه بتربح معنا حساب توفير بقيمه $100 كل عام وانت بخير ان شاء الله وانا بدي اقدم $100 بدي اقدم $100 تبرعا لمقيمه حساب اليرموك وان شاء الله رب العالمين يكون البنك له المرتبه وله اسمه وان شاء الله رب العالمين يكون حسناته ميزان حسناته ان شاء الله كل عام وانت بخير وكل احترام لكرمك وان شاء الله بدك تتبرع لي يا زلمه انبسطت بالعكس احنا لليرموك تبرع ان شاء الله رب العالمين ومنزيد للتبرع كمان حياك الله الشرف يعني كل عام وانت بخير على البرنامج الحلو ونشكركم دائما على تعاملكم وعلى طلتكم القدس الله يخليك فراس وصلنا لهذه الحلقه ايش بدك تحكي للمشاهدين اكيد نحن المشاهدين بدنا يستنونا كل يوم نفس الموعد مكان جديد مكان جديد لعيب فراس سمعت الحلقة ايش بتحكي؟ بحكي لنا للمشاهدين اللي احنا بنحبهم زي ما بحبونا يتابعونا كل يوم بنفس الوقت في يعني بلد جديد اكيد رح تبكى واسئله جديده صباح الخير وبحب اذكركم بالاجابه على سؤالنا اليومي على صفحتنا الفيسبوك بتصير بايام شهر فضيل والفائز يتم السحب عليه يوميا وجاء
جائزة بقيمة 100 دولار مقدم بنك فلسطين بنك الوطن الأول. استنونا.